لنقاش الملف الإيراني ينضم إلينا المتخصص في الشأن الإيراني والأحواز عبر الهاتف من لندن الأستاذ حسن راضي. أهلا بكم سيدي. تحياتي. أكدت واشنطن مجدداً أن إيران هي إحدى الدول الرئيسية الممولة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. ما مدى فعالية العقوبات الأمريكية لتحجيم هذا النفوذ الإيراني؟ يعني بطبيعة الحال لطالما يعني العقوبات الأمريكية تأثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، وخاصة يعني بعد تطبيق الحزمة الثانية، يعني كثير من الشركات والدول قطعت علاقاتها التجارية مع طهران، وحتى تلك التي بقت يعني بشكل مؤقت تتعامل مع طهران يعني والتي شملها الإحصاءات الأمريكية، يعني حتى إيران إذا تصدر النفط والغاز إلى تلك الدول لا تحصل على أموال، بمعنى أنه الآن من الآن فصاعدا مهما حاولت إيران ومهما صدرت من يعني النفط والقضايا الأخرى لا تستطيع الحصول على الأموال. هذا بمعنى أنه الاقتصاد الإيراني سيتأثر بشكل كبير، وبالتالي إيران لا تستطيع مد الميليشيات الإرهابية والتخريبية في المنطقة والعمليات التخريبية في المنطقة كما كانت في السابق. لكن هل عن ميليشيات سيد حسن، كيف تفسر فرض الخارجية الأمريكية عقوبات على نجل حسن نصر الله، جواد نصر الله في لبنان، وبعض العناصر في الميليشيا الذين يديرون عمليات في العراق؟ وهل تتوقع أن تشمل هذه العقوبات أيضا شخصيات أخرى غير هذه الأسماء التي وردت؟ نعم طبعا، انا اعتقد الان الولايات المتحده الامريكيه يعني جاده في فرض عقوبات، جاده في معاقبه يعني النظام الايراني والاطراف المرتبطه بالنظام الايراني والتي هي اداه للسياسات الايرانيه في المنطقه، سياسات التخريبيه، السياسات الارهابيه، يعني كمؤسسات وكافراد. يعني الان هناك جهات عديده مرتبطه يعني بالولايات المتحده الامريكيه يعني تعرف وتتعاون وتساعد الولايات المتحدة الأمريكية على الشخصيات والمؤسسات التي لها دور في يعني التحايل على العقوبات، أو لها دور أيضا في يعني تنفيذ يعني المشروع الإيراني أو السياسة الإيرانية في المنطقة. يعني رأينا أنه قبل فترة 700 شخص وشركة أو مؤسسة شملتها العقوبات، الآن بين الحين والآخر تضيف الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأسماء من حزب الله ومن يعني الجهات الأخرى. أعتقد طبعا الدائرة ستتوسع وستشمل مؤسسات وأفراد كثيرين جدا في المستقبل، لأنه إيران تتعامل مع جهات عديدة تمدها بالمال وتمدها بالسلاح وتنفذ أجندتها في المنطقة. نعم، في هذا الصدد تخضع بعض المصارف في العراق لتحقيق بسبب العقوبات على إيران. إلى أي مدى تظن أن النظام الإيراني يمكنه الالتفاف على العقوبات عبر وكلائه في العراق تحديدا دون باقي الدول؟ طبعا موضوع يعني النفوذ الإيراني في العراق هو موضوع يعني موضوع كبير، نفوذ كبير. إيران لديها سطوة كبيرة يعني من خلال عناصرها وحتى من خلال الحكومة العراقية التي ومن خلال الميليشيات ومن خلال كثير من العناصر الموجودة والمتنفذة في العراق، هي تنفذ أجندة إيران وتساهم في محاولة للكسر العقوبات أو الالتفاف على العقوبات. ويعتبر أن أعتقد الساحة العراقية أحد منافذ إيران للتحايل على العقوبات من جهة، وأحد التحديات للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص فرض العقوبات على طهران. صحيح ان الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تضغط بشكل اكبر ويمكن ان يعني تزيل او تزيح بعض العناصر المرتبطه بايران من الحكومه في الحكومه العراقيه، لكن وسعه الميليشيات وكثره العناصر وايضا ارتباط الحكومه العراقيه ارتباطها الوثيق بايران، انا اعتقد يعني سيشكل اهم التحديات والصعوبات امام الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص فرض العقوبات وقطع إيران عن العراق بشكل كامل. من ناحيتها أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوف تجاه الأعدامات في الأحواز، لماذا يزيد النظام الإيراني برأيك من قمعه للأحواز وما تبعات ذلك؟
يعني هذا يعني قمع ايران للشعب الاحوازي وايضا للشعوب في ايران هو يعني نظرا لانه هذا النظام نظام مستبد قائم على القمع قائم على الاستبداد منذ 4 عقود وهو يمارس يعني القتل والقمع والاعدامات بشكل مستمر وخاصة يعني في الفترة الأخيرة التي الآن وضع النظام الإيراني وضع صعب بدأ يضعف وبدأ يتأثر يعني جراء العقوبات الأمريكية جراء أيضا الدور الإقليمي المناهض للدور الإيراني في المنطقة وأيضا نظر الحراك الشعب الواسع في الداخل من احتجاجات وعمليات عسكرية تستهدف الحرس الثوري وغير ذلك لذلك النظام الإيراني يقوم بين حين والآخر باعتقالات واسعة وإعدام من أجل الإرهاب المواطنين لكن يعني حصلت إعدامات في الأحواز في الأيام السابقة وإيران يخفي الكثير من هذه المعلومات ولم نحصل على يعني عدد المعدومين لكن بطبيعة الحال عدم النظام الإيراني عدد من الأحوازين وهناك العشرات معرضين للإعدام. بالتزامن مع الإضراب الحاصل في الكثير من المدن الإيرانية احتجاجا على الوضع المعيشي المتدهور، برأيكم كيف ستتعامل طهران مع هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات؟ يعني خلال السنوات الماضية يعني أثبتت يعني الأحداث وأثبتت يعني محاولات إيران أنه إيران عاجزة والنظام الإيراني عاجز على تقديم حلول على تحسين الوضع المعيشي على تلبية يعني مطالب المواطنين وخاصة العمال والموظفين وغير ذلك حيث يعني العديد من البنوك الإيرانية العديد من المؤسسات الإيرانية أصبحت يعني مفلسة والنظام الإيراني عاجز على تلبية تلك المطالب في هذه الحالة أنه أنا أعتقد ليس أمام النظام الإيراني إلا الاستمرار بالقمع والمواجهة الحقيقية للمحتجين والمتظاهرين وهذا ما يزيد من دائرة الاحتجاجات والمظاهرات لأنه يعني المواطنين لا أعتقد أنه يستمرون بهذه الحالة يعملون ولا يحصلون على رواتبهم حيث بعض المؤسسات وبعض الدوائر وبعض المصانع يعني 9 شهور ولم تستطيع من إعطاء يعني رواتب الموظفين والعمال في العديد من المدن والمحافظات الإيرانية. المتخصص في الشأن الإيراني والأحوازي حسن راضي كنت معنا عبر الهاتف من لندن.